السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى إلى مادة الملك الجينيتكس بعد غياب طويل، فإن شاء الله نستكمل المحاضرات المتعلقة بالملك الجينيتكس، وبقدر الإمكان إن شاء الله نحاول نختصر الأفكار الموجودة عندنا في الوردز. طبعا المادة موجودة عندكم. تحدثنا في السابق في الميديكال جينيتكس على النقطة الأخيرة، كانت سينجل جين ديسوردر، والحديث كان على أوتوسومال بروبلم، سواء كان عندي ريسيسيف أو دوميننت بروبلم. هنتحدث إن شاء الله المرة على الإكس لينكد انهيريتانس. طبعا احنا عارفين احنا السينجل جين ديسوردر هي كفكرة موجود عندي بروبلم على مستوى الجينز، سواء كان في الاكس كروموسوم او في الاوتوسوم الكروموسوم، والكثير من الامثلة على هذا الامر موجود هنا. في الحديث عن الاكس لينكد انهيرتنس، لما هي تطلع على الاكس كروموسوم، طبعا احنا في عندنا السكس كروموسومز الاكس والواي، في هناك فرق كبير بموضوع النمبر اوف جينز انديز، ولكن طبعا ان الاكس كروموسوم بيحول كم الكبير من الجينز، وهذه الجينز طبعا بتمثل لي تقريبا 40% من الديزيزز، او 40% من الديزيز ممكن تكون موجوده عندي بوين بالاكس كروموسومز، يعني كديزيز موجوده عندي تقريبا تمثل 40% من الديزيز الموجوده بشكل او باخر. 40% من هذه الجينات طبعا على هذا الكروموسومز بتمثل اللي هو الديزيز. الجينات اللي احنا بنعرف تحدثنا في المره السابقه بانه التو اكس كروموسومز اكزيست، وان اوف ذيم سبيشلي وي توكينج اباوت فيميل، وان از اكتيف اند ذا اذر اكس كروموسوم از ان اكتيف. هذا الكلام موجود طبعا على الرغم انه الميل عنده اكس اولي 1 اكس، الا انه بيحصل عندنا عمليه الايش البالانس في موضوع الاوتبوت بتاعت الجين برودكت في الاكس كروموسوم، سواء كان في الميل والفيميل. ولكن طبعا بصاحب عمليه الاكس ان اكتيفيشن، انه في الايجز زي ما ذكرنا في محاضره سابقه بتاعت الاكس كروموسوم، سواء كان الان اكتيف او سواء كان الفانكشن كروموسوم الاكتيف كروموسوم، يوجد عندنا مناطق اسمها سودو اوتوسومال ريجون. سودو شبه لوك لايك الاوتوسومال كروموسومز، تمام، وهذه الريجونز موجوده في التيبس بتاعت الكروموسوم، سواء كان في اللونج ارم او في الشورت ارم، تمام، وبيحصل لهم عمليه كروسنج اوفر. يعني ممكن 2 اكس كروموسوم ان اكتيف وذ اذر اكس كروموسوم اكتيف يحصل عمليه كروسنج اوفر للبروبلما جينيتيك ماتيريال، سواء كانت تنتقل عندي من الاكس ان اكتيف الى الاكس اكتيف، او كذلك العكس من الاكس اكتيف تو ذا ان اكتيف اكس كروموسوم، وهذا طبعا حيغير عندي من منظومه الانهيرتنس. هذا جانب، وكذلك في موضوع الواي كروموسوم، يعني ممكن يجي عندي انا مشاكل على مستوى الاكس كروموسوم في داخلي في الواي كروموسوم. من وين؟ من خلال هذه الجينز الموجوده في مناطق السودو اوتوسومال ريجون، تمام، انتقلت من خلال عمليه الكروسنج اوفر بتاعت الاكس كروموسوم مع الواي كروموسوم، وهذا امر ممكن يحصل. اذا هذه عباره عن كونسيكونس لهذا الوضع اللي احنا ممكن، او بعض من الاشكاليات ممكن تظهر عندنا لازم ناخذ في الاعتبار فيها. الشغلة الثانية في موضوع الفاريابيليتي في الاكسبريشن، واحنا ذكرنا هنا في موضوع الكومبنسيشن، يعني بيحصل عندنا انه الاكسبريشن ونقدر نعرف الديزيز، تمام، انه في هناك اختلاف، وهذا الامر يتعلق بطبيعه الستريس الموجوده على الاكس كروموسوم. ممكن ذكرنا في مثال لموضوع الانهيرتنس على مستوى الهيموفيليا، ذكرنا انه ممكن يكون الانسان كميل از افكتد، لكن الفيميل تكون عباره عن كارير على الرغم من وان اوف ذا كروموسوم از افكتد اوف ذيز تو اكس كروموسومز. الشغله الثانيه كمان في عندنا في موضوع الانهيرتنس على مستوى الاكس كروموسوم، اي نيد تو كونسيدر موزايكزم،
الموزايكزم هنا بنتحدث فيه طبعا، يمكن ذكرنا موضوع موزايكزم اللي هو عبارة عن sudden change occurred to the chromosomes، وهذا الكلام ممكن يحصل على مستوى الجيرم لاين أو على مستوى السوماتيك سيلز، تمام. وإنه صار هنا فور إكزامبل الإكس كروموسوم، طبعا إحنا تحدثنا في الماضي بإنه عملية الإن أكتيفيشن الإكس كروموسوم راندومي، تمام. ممكن تكون هذا الإكس كروموسوم جاي من فادر، جاي من مدر، طبعا إحنا بنحكي عند الفيميل، إذا هذا الكلام ممكن يحصل عندنا. وهذا اللي بيحصل لأن في موضوع الموزايك، الموزايك إنه صار في عندي نوع من الدمج، نوع من الالتريشن على مستوى الكروموسومز، سواء كان على مستوى الجيرم لاين سيلز او على مستوى اللي هو السوماتيك سيلز، تمام. هذا ممكن يحصل عندنا كموزايك، وي نيد تو كونسيدر وين وي ار لوكينج تو ذا انهيريتنس ان جنرال. الاكس لينكد ريسيسيف بشكل مختصر، اكس لينكد ريسيسيف اذا معناته عندي وان كروموسوم، تمام. اتس نوت انف فور give us the picture of a clinical picture. هذا الكلام نحكيه احنا في الفيميل، لكن بالنسبة للميل طبعا الديفكت حيكون في عندي واضح لانه في عندي وان كروموسومز، تمام. هذا الكلام بالنسبة للميل والفيميل في هذا الموضوع. طبعا احنا طبعا من الاكس لينك كروموسوم كريسيسيف بيتحدث انه لابد يكون عندي تو كروموسومز، اكس كروموسوم اساس يحصل عندنا عملية ايش الكلينيكال بيكتشر تو ابير. اوكي، الكاركترستكس بتاعت الاكس اكس لينك ريسيسيف ديس اوردر، ذا جين از ترانسميتد فروم افكتد مان ثرو هيز ان افكتد دوتر. طبعا اكيد من الميل مش هيعطي عندي ميل، لانه انت عارف ميل بيعطيني اذا كان عندي الاكس كروموسوم في بروبلم حينتقل للفيميل وحيحصل عندي ترانسميتنج اوف ذا بروبلم فروم ميل از ا فادر تو ذا فيميل از ا دوتر. طبعا each of the daughters طبعا حيكون في عندهم 50% affected في الأمر. طبعا ما فيش عندي male to male transmission، هذا الكلام واضح. The affected male is a pedigree originated to the true female. Heterozygous female carry are usually unaffected، بتحكي على female، إذا في عندنا unaffected as a carrier، وهذا الكلام تحدثنا فيه في موضوع اللي هو الهيموفيليا في السابق. طبعا في عندي أمثلة هنا من باب المعرفة ليس إلا، في عندنا دوشني ماسكولار ديستروفي، هذا ديزيز له علاقه في موضوع البروتينز بروبلم، ديستروفين بروتين. هذا هيموفيليا له علاقه بالهيموفيليا فاكتور او فاكتور 8 له علاقه في كوجوليشن. هانترز سيندروم هذه عباره عن بروبلم له علاقه في اللايسوسومال انزيم. راسكوجز سيندروم برضو سيندروم له علاقه في السكيليتال ابنورماليتي من ناحيه الستيتشر، الناس اللي عندهم قزنيه. ليش نيهان سيندروم له علاقه في راسكو في السكيليتال. ليش نيهان اللي عباره عن بروبلم في الـ accumulation of the uric acid في البادي فلويد، وهذا طبعا نتيجة إشكالية في موضوع الميتابوليزم من ناحية الإنزيمز اللي بيحاول يعمل عملية اللي هو التخلص من اليوريك أسيد. في هنا بعض الأحيان البايروفيت هيدروجينيز إنزيم ممكن يحصل ديفيشنسي، هذه عبارة عن أمثلة على الإكس لينك إن جنرال. طبعا نحن هنا في هذه البيدجري واضحة في موضوع الترانسفير، عبارة عن كريس كروس انهيرتنس، يعني زي ما احنا نقول ميل لميل نو، ميل لا فيميل بمفهوم كريس كروس. فيميل كارير ريسك افكتد سان، واضح الكلام هذا. فيميل كارير ريسك كارير دوتر، طبعا فيميل اكيد افكتد سان، والفيميل كارير اولسو افكتد دوتر سواء كان دوتر او سان. اوفن ليتل اون ميل، ممكن تحصل تكون عبارة عن ليتل. ترانسميشن through normal female producing affected male. No male to male طبعا transmission في هذا الموضوع. هنا عايز اتحدث على الهيموفيليا. الهيموفيليا كإكزامبل والجينيتك بيسك للهيموفيليا، طبعا احنا نعرف الهيموفيليا عندي هيموفيليا A وهيموفيليا B. في فيجر عندي نحاول نطلع عليه. الهيموفيليا عندنا A و B اللي هما عبارة فاكتور 8 بيمثل لي هيموفيليا A وفاكتور 9 بيمثل لي هيموفيليا B. طبعا في عندي فاكتورز برضو لو صار في له ديفكت في
الكوابوليشن فاكتور هو فاكتور 9 بيعمل لي بروبلم از هيموفيليا في موضوع البليدنج، ولكن بحده اقل من لو كان عندي انا اللي هو هيموفيليا اي. في ظاهره وجدوها في هذا الجانب، طبعا البروبلم ممكن تكون ديليشن انسيرشن انفيرجن بوينت ميوتيشن، مش قضيه في هذا الموضوع. طيب اذا موضوع الهيموفيليا اكيد في عندي بروبلم تكون موجوده الام كارير، اكيد عندي انا الصن حيكون في انا افكتد في هذا الموضوع. اللي عايز اتحدث هنا في جانب اخر بالنسبه للفاكتور بي، فاكتور عفوا 9، الفاكتور 9 بيعمل لي اللي هو بروبلم سموها هيموفيليا بي ليدن. تمام، انه هذه الهيموفيليا اللي بتمثل فاكتور 9 عباره عن بوينت ميوتيشن في البروموتر تحت الفاكتور 9 جين. يعني انا في عندي الجين، عندي البروموتر، ممكن يحصل عندي بروبلم في البروموتر وهذا الامر يكون موجود عندي. ولكن خليني اقرا الجمله. A point mutation in the promoter region of the factor 9 lead to the dimension expression in the childhood. يعني لو كان عندي بروموتر بروبلم في عنده في موقع معين، ممكن يكون واضح عندي انه في عندي يعني هيموفيليا. ولكن ايش بيجي بيقول الجمله؟ But the expression increase and symptoms resolve following puberty. لكن بيقول لي هذه المشكله ممكن تتصلح لو كان عندنا الطفل دخل في مرحلة البيوبيرتي في مرحلة المراهقة. خلينا نطلع على الفيجر عشان نوضح الأمر بشكل مختصر وواضح. خلينا نطلع هنا، عندنا هنا جين مسؤول، في هذا الجين عندي هنا مسؤول عن إنتاج فاكتور 9. طبعا الفاكتور 9 طبعا بنعرف احنا في عندنا بروموتر من ماينس واحد لماينس ولي عندنا 36 او اكثر، نو بروبلم. ايش بيقول لي؟ بيقول لي في مرحله من مراحل اللي هي الطفوله، تمام، في عندنا من ماينس 15 لماينس 27، اوكي، في هذه الاريا، هذه الاريا اريا لترانسكريبشنال فاكتور، تمام، اسمه هيباتوسايت نيوكليار فاكتور 4، بيجي بيقعد عندي على منطقه البروموتر الموجوده عندي هنا، وبيحصل عندي عملية ايش؟ عملية الترانسكريبشن لهذا الجين الموجود عندي. ممكن يحصل عندنا في فترة التشايلد هود بروبلم تكون عندي على ماينس 22. البروبلم على ماينس 22 ذا لوكيشن از امبورتنت في عملية الافكت اللي هيحصل عندي، الافكت اللي هيحصل عندي من وين؟ من الترانسكريبشن فاكتور. فمعناته ال HNF4 مش هيشتغل از ترانسكريبشن فاكتور على اساس يحصل عمليه الترانسكريبشن، اذا بيحصل عندنا مشكله. طيب الان البيبي دخل على مرحله البيوبيريتي، في البيوبيريتي في عندي اذر ترانسكريبشن فاكتور اسمه اندروجين ريسبتور. تمام، اندروجين ايش؟ ريسبتور. الاندروجين ريسبتور هذا ايش ماله؟ بروح بيشتغل از ترانسكريبشنال فاكتور، تمام؟ اوكي؟ اوكي؟ هذا الاندروجين ريسبتور بيعمل عمليه از ترانسكريبشنال فاكتور، تمام، في مرحلة البيوبيريتي، وهذا الاندروجين ريسبتور ما بيصيرلوش اكسبريشن والجين تاعه ما بيصيرلوش اوبن الا في مرحلة البيوبيريتي. وهذا الريسبتور عبارة عن ترانسكريبشنال فاكتور لمين؟ للبروموتر، برضو على البروموتر بياخذ عندي من ماينس 20 لماينس 36. لو كان عندي انا مشكلة في ماينس 22 not so significant problem في الاندروجين ريسبتور هيشتغل از ترانسكريبشن الفاكتور على هذه الاريا وهيصير عملية اوبن للجين. وضحت؟ اذا هنا مفهوم للجملة اللي ذكرناها سابقا، انه بيحصل في عندي اشكالية موجودة زي ما ذكرنا في السابق في مرحلة الطفولة، تمام، بيحصل عندنا point mutation
على البروموتر في عنا سيريس بروبلم، ولكن في حالة ما يكون عندي في البيبريتي بيحصل عندي سولفينج لهذا ايش البروبلم للسيمتومز ان جنرال نتيجة الاكسبريشن للاندروجين ريسبتور زي ما ذكرنا في الحديث. اوكي، هذا بالنسبة لموضوع الاكس لينك ريسيسيف. الاكس لينك دومينانت، طبعا فاهمين ما معنى الدومينانت، وان اكس كروموسوم ديفيكت is enough to make a problem. The disorder is about twice as common in female as in male. ممكن يحصل عندي في الفيميل. Unless disease is lethal in male. طبعا في disease الأكيد لما يكون في الميل ممكن يكون في الحالة هذه lethal. الaffected father طبعا أكيد حيعمل transmit لمين؟ لا disorder لا their sons. هذا أمر واضح بالنسبة لهذا الجنس. طبعا لما يكون اكيد دوميننت از هوموزايجوس دوميننت اعرف انه ممكن يكون ليتل في موضوع الفيميل. ممكن يكون طبعا لو صاب الميل وكان عباره عن دوميننت برضه ممكن يكون از ليتل في هذا الامر او يكون هايلي ريسك في هذا الموضوع. اوكي، اكس لينك دوميننت طبعا واضح حيكون عندي موجود. اوكي، افكتد فيميل، افكتد فيميل لانه انا عندي الاكس سي بروبلم، اذا الميل ويل بي افكتد ان جنرال. فور هيتيروزايجوس افكتد فيميل 50% افكتد سان، 50% افكتد دوتر. فور هيميزايجوس 100% حيكون عندي افكتد دوتر، زيرو ريسك افكتد سان. واضح ميل اند فيميل نوت ايكوال افكتد طبعا، واضح الامر هذا بالنسبه للموضوع. اوكي، في عنا أمثلة لهذا الديسوردر. طبعا من ضمن الأمثلة في عنا بيحصل ديزيز أو بروبلم على مستوى الفيتامين دي ريزيستانس في موضوع الريكتس. ممكن يحصل عنا في عنا مشاكل بروبلم في الأبسوربانس بتاعة اللي هو الفلتر فوسفيت باي ذا كيدني. هذا وان اوف ذا أمثلة، واحد من الأمثلة. براونينج اوف ذا انيمال اوف ذا تيت، بيحصل عندنا مشكلة في البيجمنتيشن بتاعت التيت، انه دائما التيت شكله براون. ممكن يكون عندنا اكس فراجايل اكس سيندروم، فراجايل اكس سيندروم انه في عندي دوميننت بروبلم، دوميننت بروبلم. هذه الدوميننت بروبلم على الاكس كروموسوم خلتني اطلع والاحظ انه الاكس كروموسوم شكله زي الفراجايل، تمام، زي كروموسوم مكسور، وهذا حنتحدث عنه ان شاء الله في الكروموسوم الابنورماليتي ان شاء الله ليتر اون. اوكي، بقول لي كمان there is a pattern of pseudo-autosomal inheritance كمان في هذا الموضوع، في pseudo-autosomal inheritance as dominant منطقة pseudo-autosomal region في العلى اكسترين discontinuosis. اوكي، the gene responsible for this dwarfism يعني اللي هو مشكلية القزمية، تمام، في عنا جين بيكون في problem. اوكي، في مناطق pseudo-autosomal region سواء كان موجود عندي على X كروموسوم B او على عفوا على الشورت arm في مناطق التبس، او على الواي كروموسوم اللي هو عبارة عن الشورت arm الموجودة عندي في الواي كروموسوم. اوكي، لانه ذكرنا احنا هذه المناطق عبارة عن مناطق سكيب من الاكس ان اكتيفيشن. الواي الحديث عنه واضح، ميل ار افكتد، افكتد ميل اولويز هاف ان افكتد فادر. اوكي، اول سانز ار اوف ان افكتد مان ار افكتد، وهي عندنا البيديجري واضحة بالنسبة لفادر سانز في هذا الجانب. هنا في عندي بس للتوضيح عبارة عن أمثلة لأنواع السنجل جين ديس أوردر. في عندنا أوتوسومال ريسيسيف زي ما احنا شايفين، عبارة عن أوتوسومال ريسيسيف. في عندنا هنا كارير لهذا الموجود، لكن الكلينيكال بيكتشر مش واضحة. في عندنا هنا دوميننت أوتوسومال في رقم بي،
اوتوسومال دوميننت، وهل هم جروا في موضوع الترانسفير للكلينيكال بيكتشر موجود عندي. في سي في عندنا اوتوسومال ريسيسيف موجود، في عندنا مادر كارير للاكس لينك بروبلم مش باين عندي كلينيكال بيكتشر، لكن طبعا اجت عندي على الميل على السانز معناته في عندي بروبلم. هنا في عندنا في الدي تحس انه في عندي اوتوسومال عفوا 6 الاكس لينك دوميننت موجود عندي اكس لينك دوميننت، وهذا الاكس لينك دوميننت ممكن يكون عباره عن ليثل في الموضوع حادث موجود، بالخاصه لما يكون عندي في الميل. تمام، انه انا في عندي اطفال كانوا عباره عن دخلوا في مرحله الديث، تمام، لانه عباره عن اكس لينك بروبلم. في الفيميل ممكن تكون عباره عن اكس لينك لكن ستيل هاف سيفير كلينيكال بيكتشر. حاول تطلعوا على هذه التيبل من باب عملية تلخيص لموضوع السنجل جين ديسوردر. بيجي بيقول لي هنا مرة أخرى إنه في عندنا باترن للسودو أوتوسومال إنهيريتانس، تمام، موجود عندي زي ما ذكرنا في الديسكوندروسيوسيس اللي هو في موضوع الدورفيزم، وها بقول لي انه هذا عباره عن دوميننت انهيريتنت ليس الا اوكي، بس عمليه تاكيد او اعاده ليس الا في هذا الجانب. نيجي لموضوع ثاني ملوش علاقه في موضوع السنجل جين ديس اوردر، تمام، هذا الموضوع له علاقه في الماتيرنال انهيريتنس. بمعنى احنا بنعرف انه الميتوكوندريا كميتوكوندريا الأوفا فيها ميتوكوندريا، وطبعا كل ما كانت الأوفا مور ماتشور كل ما زاد نمبر أوف ميتوكوندريا سبير. من نفس القضية في عملية الفيرتلايزيشن طبعا بيحصل فيها ترانسفير للجينيتك ماتيريال تاعت السبير للأوفا، لكن هنا يعني وهذا الكلام يعني من باب التأكيد على انه الميتوكوندريا not enter، وإن كان صار enter عندي الميتوكوندريا بتاعت السبيرم إلا أنه بيحصل لها عملية اللي هي اللايسيز لهذه الميتوكوندريا. يوجد طبعا كما يذكر أنه very very rare disease come from the mitochondria of the father، ولكن mostly الحكي هنا عندنا على ميتوكوندريا الانهيريتنس come from maternal، يعني الأوفا هي اللي حملها. يعني لو أنا شفت ميل أو فيميل في العائلة عندهم ميتوكوندريال بروبلم، عندهم سيرتين بروبلم إلى علاقة في الميتوكوندريا، فبنعرف إنه هذه البروبلم كام فروم مادر إن جنرال. على كل حال طبعا عندي ميتوكوندريا موجود، نمبر أوف ميتوكوندريا يختلف من سيل إلى سيل، سيرتين سيل عندها ميتوكوندريال بالعشرات، سيرتين سيلز بتكون عندها ميتوكوندريال نمبر ألوت، وكل ميتوكوندريال طبعا فيها جينيتك ماتيريال موجودة عندي. طبعا في عندنا سيركولار دي ان اي موجود تقريرا طوله 16 كيلو بيس، اوكي، دبل ستراندد سيركولار دي ان اي موجود مسؤول عن بناء سيرتين بروتينز لها علاقة في عملية الأكسيديتيف فوسفوريليشن، وعندنا سيرتين جينز مسؤولة كمان على موضوع بناء ترانسفير ار ان اي والرايبوسومال ار ان اي زي ما احنا عارفين. طبعا في عندنا ميتوكوندريا الالوت، وعندي كمان سيركولار دي ان اي، يعني مش شرط يكون 1 دي ان اي مولكيول موجود عندي في الميتوكوندريا، ممكن يكون مور ذان 1 دي ان اي مولكيول انسايد وان ميتوكوندريا. ان جنرال هذه الميتوكوندريا موزعه في الخليه باعداد طبعا اوكي مختلف من خليه لاخرى زي ما ذكرنا. في عندنا حاجه اسمها مصطلح انه ممكن يحصل عندنا بروبلم اوكي عند انسان، وهذه الميوتيشن بنسميها المشكلة اللي حصلت بسموها هيتيرو بلازميك
إيش يعني هيتيروبلازمك؟ يعني لو كان أنا عندي مثلا المدر، قلنا في عنا مشكلة عندها في الميتوكوندريال جينوم، الجينيتك ماتيريال بتاعت الميتوكوندريا، وحصل في عنا طبعا فيرتلايزيشن، اتس اوكي، صار عنا زايغوت، وحيحصل في عنا ميل في ميل، اوكي، صن ودوتر، ممكن يحصل انه بعض من هذول الافراد تحت العائله يكون عندهم مشاكل جينيتك ميتوكوندريال بروبلم، والبعض ما عندوش. ايش معنى الكلام هذا؟ معناته عايز يقول لي انه ممكن يحصل عندنا انه سيرتين ميتوكوندريا تمام فيها جينيتك ماتيريال، تمام، فيها ديفكت، وادر ميتوكوندريا فيها جينيتك ماتيريال نورمال. فممكن يحصل عندي والخليه بتعمل ديفيجن، تمام، خليه الاوفا، تمام، ممكن سيرتين اوفا لما عمل الديفيجن عمليه الترانسفير للميتوكوندريا من اوف من وان اوفا لادرز بتكون راندوم في عمليه الديفيجن. فممكن يحصل انه سيرتين اوفا اخذت اللي هو ايش، اخذت عندي الميتوكوندريا الافكتد اللي فيها الجينيتك ماتيريال فيها بروبلم، تمام، لأننا قلنا عملية السيجريجيشن اللي هي توزيع الميتوكوندريا على الأوفا هي توزيع راندومي. فممكن يحصل عندنا one of the ova is affected and the other ova is not affected، فهذه بسموها الهيتيروبلازمي problem، تمام. إذا هذا ممكن توصيف. أنا أجي أقول أنا في عندي مصطلح آخر اسمه هوموبلازمي. إيش يعني هوموبلازمي؟ انه انا بجي بقول والله هذه الاوفا مثلا عندها كل الميتوكوندريا مثلا افكتد الجينيتك ماتيريال بتاعتهم، او كل الميتوكوندريا الموجوده عندي الجينيتك ماتيريال بتاعتهم نورمال، انا بقدر اقول عندي عباره عن هوموبلازميك انجينومال. اذا في عندنا مصطلح هوموبلازميك، تمام، وهيتروبلازميك، وكانك عندي حاجه اسمها سيجريجيشن راندوملي سيجريجيشن بتكون موجوده عندنا. الميتوكوندريال انهيرتنس زي ما احنا شايفين خلال الفيجر الموجود عندي، ميل اند فيميل ار افكتد، طبعا المدر على راسهم، اكيد عندي ميل فيميل ميل فيميل في الموضوع افكتد فيميل، والترانسميت 100 طبعا اكيد 100 سواء كان للدوتر او صن، افكتد ميل كانوت ترانسميت تو صن او دوتر. وضحنا ليش الكلام هذا في السابق. خلينا نطلع على بعض من المفاهيم في موضوع الميتوكوندريال انهيرتنس. اوكي، ممكن يحصل عندي مرض اسمه مايوكلونيك ابيليبسي، في نوع من انواع الابيليبسي، في عندنا مشاكل في الجينيتك ماتيريال بتاعت الميتوكوندريا. بقول لي ابروكسيميتلي في عندنا مور ذان 100 ديفرنت ارينجمنت اند ديفرنت بوينت ميوتيشن هاز بين ايدنتيفايد ان ميتوكوندريال دي ان اي، تمام. اذا في عندنا ميوتيشن ومشاكل بشكل كبير جدا ممكن تعمل هذا الديزيز اللي بيحصل عندي في السنترال نيرفس سيستم وكذلك في السكيلتال مسل. The disease that results from these mutations show هذا الديزيز اللي حصل distinctive pattern of inheritance، تمام. ايش يعني distinctive pattern؟ يعني وكأنه في عندي اوجه لعملية الانهيرتنس بتاعت هذا المشكلة. ممكن من خلال replicative segregation، انه انا في عنا replicative ايش segregation، انه انا في عنا صار نوع من segregation، وهذا قلنا عنه random segregation، تمام. ممكن يصير عند ناس وناس لا، هوموبلازمي اند هيتيروبلازمي، ممكن اوفا كان اللي فيها كلهم عباره عن جينيتك ماتيريال تعتمد هوموبلازمي نورمال، او ممكن يكونوا اب نورمال، او طبعا عندنا طبعا مفهوم اخر بقول لازم تعرف انه الماتيرنال انهيرتنس في هذا الجانب بالنسبه لهذا الديزيز. بعطيني اشعارات على طبيعه توصيف الديزيز. يجي بعطيني كمان هنا ات سيل ديفيجن تبري اوفا عندها the multiple copies of mitochondrial DNA in each of the mitochondria in a cell replicate. اوكي، يعني الميتوكوندريا بيعمل replication autonomously and sort randomly among newly synthesized mitochondria. يعني الان بصير replication موجوده، ممكن يكون نفس الميتوكوندريا فيها 2 3 4 DNA، تمام، اوكي، بصيروا بيعملوا replication لكن بتوزعوا
اذر ميتوكوندريا بصير هناك ديفيجن، بعض من الميتوكوندريا ممكن تاخذ نورمال دي ان اي، بعض من الميتوكوندريا يكون فيها اللي هو اب نورمال دي ان اي بشكل او باخر. تمام، تو دوتر سيلز ممكن يحصل عندنا يكون عندنا راندوملي ديستريبيوشن. The first unique feature of mitochondria is the absence of tightly controlled segregation. فيش كنترول في هذا الموضوع. تمام؟ مختلف عن موضوع الـ nuclear chromosomal trans replication. هوموبلازمي هيتروبلازمي، وضحنا ايش معنى هوموبلازمي وهيتروبلازمي. تمام؟ هوموبلازمي وهيتروبلازمي انه انا بقدر اقول في عندي بيور population. سواء كان نورمال ميتوكوندريال دي ان اي او نور او ميوتنت ميتوكوندريال دي ان اي. ممكن يكون هيترو انه ايش بيصير عندي انا، انه الدوتر او الصن كان عنده ايش هيترو بلازمي ميتوكوندريال، قلنا فيها دي ان اي ميتوكوندريال نورمال، وعندنا ميتوكوندريال فيها اما دي ان اي يكون ايش ميوتنت بشكل او باخر. ان هنا الصوره بتوضح لي هوموبلازمي اهو، والله هذا عباره عن ميتوكوندريال تايب كلهم نفس الحدوته اهو، عندي انا هنا هيتروبلازم. ايش يعني؟ والله انا عندي مثلا ها اوفا تقريبا 30% من هذا النمبر اوف ذا ميتوكوندريال فيهم ديزيز. تمام، وعندي هنا مثلا 70% ميوتيشن لودي، لكن هنا ايش ذكر لي؟ ذكر لي نو ديزيز، هنا ذكر لي عندي ديزيز. هذا المفهوم ديزيز نو ديزيز وكانه في عندنا بمفهوم البنترانس. يا بنات ايش يعني مفهوم البنترانس؟ ذكرنا في مفهوم البنترانس يعني ممكن الاقيه هذا المفهوم موجود عندي هنا، ممكن بمعنى انه سيرتن انا له علاقه في النمبر بتاعت الافكتد جينيتك ماتيريال. قلنا وكانه بيقول لي انا هنا ما وصلتش للثريشولد، تمام، عشان تبين عندي ايش الكلينيكال بيكتشر. اوه هنا انا عندي 70% الكلينيكال بيكتشر واضحه لانه في عندنا الثريشولد از هاي. اذا هنا وكانه بندخل في موضوع البنترانس نان بنترانس، بيعتمد على قديش نمبر اوف ميتوكوندريال فيها دي ان اي ميوتيتد. وضحت في قضية. فموضوع التريشولد هنا بالنسبة لهذا الأمر ممكن كمان يكون هناك other environmental condition، زي ما كنا نحكي على موضوع الأوتوسومال dominant problem in certain stage من اللايف، ما يكونش عندي مثلا في الأوتوسومال problem مشكلة على الرغم من اللي إيش الجينيتك ماتيريال واضحة يوجد في defect، لكن بعد certain age تبدأ عندي البيكتشر تكون موجودة. هنا الموضوع له علاقة بقديش عندي أنا جينيتك ماتيريال كنمبرين لها علاقة في موضوع الإكسبريشن. هذا الأساس أعطاني 30% هنا أو 3، طب هو في عندنا جينيتك ديفيكت، لكن في عندنا من هو إيش يعمل كومبنسيشن في هذا الموضوع. أما هنا عندنا 70% معناته البروبلم حتكون عندي واضحة الكلينيكال بيكتشر في هذا الأمر. هذه الصورة توضيحية بشكل أو بآخر. بقول لي أنا مصطلح اخر موجود عندي maternal inheritance of the mitochondrial DNA. بقول sperm mitochondria are generally eliminated from the embryo. تمام، so that mitochondrial DNA is inherited from the mother. هذا الكلام واضح. all children of the female is homoplasmic for the mitochondrial DNA mutation will inherit the mutation. طبعا هذا الكلام اوكي واضح. None of the offspring of the male carrying the same mutation will inherit the defect DNA. None of the offspring of a male carrying the same mutation will inherit the... طبعا اكيد اوكي. None of the offspring of a male carrying the same mutation will inherit the defect DNA. None of the spring of a male carrying عندنا male carrying the same mutation عنده mutation. تمام، لكن مش هيكون عندنا واحد من ايش من الميل سواء كان اجاب problem من خلال الفادر. Maternal inheritance of homoplasmic mitochondrial DNA mutation cause liver heteroplasmic atopic neuro
بيأتي إنه نوع من أنواع الديزيزز موجودة عندنا من خلال الماتيرنال إنهيريتانس. مفهوم آخر يجي بقول لي تعريف برضو فيتشرز للماتيرنال إنهيريتانس، بقول لي number of mitochondrial molecules within the developing oocyte is reduced before being amplified to the huge total scene. يعني بقول لي بشكل عام mitochondrial لما تدخل على موضوع الديفيجن لما تصير ماتشور بكون النمبر مايتوكوندريا واطي نمبر ليس، لكن عندما تصير ماتشور او النمبر ويل بي هاي. ذا ريستريكشن اند ذا سبسيكوينت امبليفيكيشن مايتوكوندريا دي ان هي ديورينج اول جينيسيس از تيرم مايتوكوندريا جينيتيك بوك بوتل نيك. يعني هذا هو عباره عن مصطلح تمام، انه المايتوكوندريا الجينيتيك ماتيريال تدخل وكانها بتكون في عنق زجاجه كميه قليله، وبعد هيك ايش بصير عندنا الات تمام، بمعنى انه الخلية الاووسيست تمام وهي في مرحلة عدم وجود development اوكي عدم وجود maturation بتكون number of mitochondria less، لكن بزيد بيكون عندنا high number of mitochondria inside. الكلام اللي بعده في واضح مش محتاج يعني توضيح اكتر. بقول لي هنا سؤال، why is mitochondrial mutation is so high؟ ليش الميوتيشن والبروبلم بتاعت الميتوكوندريا more higher than nuclear؟ بقول لي the mitochondrial genome has a very high mutation compared to nuclear DNA. Although mitochondrial DNA repair system don't do exist. بقول لي على الرغم من انه السيستم بتاعت الريبير، احنا بنعرف انه الميتوكوندريال DNA لها سيستم في الريبير زي ما هو nuclear كروموسوم تاعك النيوكلياس لهم برضو ريبير، ولكن they are not sufficient to counter act oxidative damage. يعني لو حصل عندي oxidative damage في الميتوكوندريال دي ان او جينوم، الاكسيديتيف دامج هذا عملية الريبير تاعته فيها شورتج نوعا ما مش هتغطي، لكن بالنسبة للهيومان بتغطي بشكل او باخر. هذا اللي بيحصل عندنا. البروتكتيف هيستونز ار اولسو ليكينج، ما فيش عندنا يعني الدمج بيكون اكثر عرضه لانه ما فيش عندي هنا عمليه كوتينج مع هيستون، والهيستون طبعا له دخل في موضوع بروتكشن. اوكسجينيشن بروسيس از هايلي برسنتج، عمليه الهايلي اوكسجينيشن موجوده عندي في الميتوكوندريا، فهذا بيعرضها لموضوع البروبلم على مستوى الاكسجين راديكلز. ذا ميتوكوندريال دي ان اي ميوتيشن ريت كان بي انكريزد باي انفايرمنتال ايجنت، إذا ممكن يحصل عندنا مشاكل على مستوى الميوتيشن في الميتوكوندريال دي ان اي جايين من الانفايرومنت بشكل او باخر، او ممكن يحصل يكون عندنا ميتوكوندريال دي ان اي بروبلم جايين من وين؟ انه جايين من نيوكليار، اور ذا ميتوكوندريال دي ان اي ميوتيشن ريت كان بي انكريز باي انفايرومنتال اور باي ميوتيشن اوف ذا نيوكليار جين انفولد ان ميتوكوندريال DNA maintenance. يعني مثلا أنا بحتاج إلى بروتين من النيوكليوس سيرلوك سيبريشن عشان سيعمل لي كوركشن لبروبلم في الميتوكوندريال DNA، مش موجود أو هذا الجين مضروب، معناته هيحصل عندنا إشكالية على مستوى الميتوكوندريال DNA تمام، لكن سببه إيش؟ سببه مشاكل على مستوى الكروموسوم جينز الموجود عندي في النيوكليوس. هذا كلام تقريبا نفس الكلام اللي حكيناه، مش محتاج نوضح اكثر. المانت سيجريجيشن هو بلازما هلما جرى تمام، وبقول لي انا في عندي كومبليكيشن انه ممكن يكون عندي انكمبليت بينترانس. ايش يعني؟ هنا عندي الام هنا عندي دوتر مش مصابه تمام، هنا عندي دوتر مصابه، لكن الدوتر اللي عندي مش مصابه هنا اعطتني دوتر وعطتني صار مصابين. ايش اللي صار؟ انه انا في عندها كمية من الميتوكوندريال دي ان اي محدودة، فكان الليترشل بتاعت الكلينيكال بيكتشر مش واصلة للحد المطلوب يعطيني كلينيكال بيكتشر باد، لكن من خلال الاوفا اللي حملالي هذه البروبلم صار عندي الديفيجن اوكي، صار عندي ماتوريشن وصار عندي راندوم سيجريجيشن، اعطى انه يكون عندي اوفا صار فيها بروبلم
وبعد الفيرتلايزيشن بين عندي المشكله في الدوتر او في الصعن. اذا ممكن يحصل لنا incomplete pentans او فيريبل اكسبريشن انه في عندي فرايتي، وهذا بيعتبر قديش عندي ديجري من النمبر بتاعت الميتوكوندريا الافكتد. في عندنا مصطلح اخر اسمه موزايكيزم ننهي فيه المحاضره. كونديشن زي ما ذكرنا ووضحته انا قبل هيك انه في عندنا كونديشن ان ويتش سيل ويذين ذا سيم بيرسون هاف ديفرنت جينيتيك ميل. اوكي، يعني انا بيحصل عندي قلنا الموزايك ازم يا مشكله ممكن تكون على مستوى السوماتيك او على مستوى الجيرم لاين. يعني مثلا انا عندي سبيرم، في عمليه الديفيجن بتاعت السبيرم في الميوسيس ممكن يحصل موزايك ازم بروبلم، يعني طبيعه البروبلم عندي تأوجه لها. وكذلك في موضوع السوماتيك بعد ما يصير عمليه الفيرتلايزيشن ممكن يحصل انه الخلايا معينه وهي بتعمل عمليه الديفيجن عند اورجن من الاورجانز بتاعت البيبي يصير في عندي ديفكت بوينت ميوتيشن، يصير عندي ديليشن كروسنج اوفر بالغلط ان ايكوال. هذه امور كلها ممكن تحصل عندنا ان جنرال تعمل لي مشكله. هاي المقصود في موضوع ايش الموزايكزم. هون ذكر لي اشياء ممكن تحصل عندنا في الموزايكزم، تمام، في هذا الامر او موزايكزم ممكن يحصل عندنا في خلال الميتوسيس. قلنا ديفيجن في الديفلوبمنت في البري زايغوت ميوتيشن بوست زايغوت ميوتيشن في الديفلوبمنت الكروموسومال اكس ان اكتيفيشن بيحصل. واحنا قلنا الاكس ان اكتيفيشن عباره عن راندوم وموزايك سيلز تاخذ عندها ايش اكس ان اكتيف بشكل او باخر، وسكس ممكن تكون او اذر سيلز تكون عندها الاكس اكتيف. نيوميريكال ممكن، ايش يعني نيوميريكال؟ انه ممكن يحصل عندنا ديليشن، انه انا في عندي خلايا صار فيها النمبر ليس، او مثلا جين صار فيها ديليتد. انيوبلويدي يعني تشينج ان ذا نمبر اوف ذا كروموسوم، يعني ممكن يجي عندي عمليه الداون سيندروم من خلال بروبلم على مستوى نمبر اوف كروموسوم از موزايك موزايكزم من خلال عمليه الديفيجن اللي بتحصل عندنا والميتوسيس اللي بتحصل عندنا بالنسبه للسوماتيك سيل. هذه الشغلات كلها ممكن تحصل، زي ممكن يحصل على مستوى الجيرم لاين موزايكزم على مستوى النيوبلويدي، انه والله صار في عندي اوفا او عندي سبيرم النمبر اوف 21 كروموسوم انسايد از 2 نوت 1، هذا ممكن يحصل عندنا. انا الصوره بوضح انه كيف ممكن يصير عندنا ديفيجن في الخلايا، يكون في عندنا خلايا اوكي نورمال والخلايا صار فيها ميوتيشن وكانه صار عندي موزايكزم من خلال عمليه الديفيجن. لكن في الاصل النورمال الام الخليه الام نورمال سواء كان السبيرم او اوفا، لكن حصل عندي بروبلم في خلال عمليات مختلفه زي ما ذكرنا. وذكرنا انه السوماتيك في عندي سوماتيك اوكي وعندي ايش وعندي جيرم لاين. طبعا اكيد في ديزيز ممكن تحصل، ذكر لي هنا ديزيز هيموفيليا او ديزيز اسمه العلاقه بالماسكولار ديستروفي دانشن ماسكولار ديستروفي. الجيرم لاين نفس القضيه ذكرنا ممكن يحصل هذا الديزيز سواء كان من السوماتيك او يحصل عندي من الجيرم لاين. هذا الكلام يعني كله بس عباره عن توضيح لاي سائل. هنا بشكل اخر جيرم لاين موزايك، تمام، ممكن no previously family history، طبعا فيش history، فيش عندي normal father أو normal mother، لكن حصل في عندي مشكلة على مستوى son أو على مستوى daughter، تمام، أوكي، لكن هنا ممكن يحصل لنا embryo division بيحصل في السوماتيك، ممكن هذا الخلية طلعت abnormal عن الخلايا الأخرى من ناحية problem inside. اوكي بيقول لي هنا جيرم لاين موزايكزم از اويل دوكيومنتد ان 6% اوف ذا سيفير ليتال فورم اوف اوتوسومال دومينانت اوستوجينيسيس، يعني مرض اسمه اوستوجينيسيس بيرفكتيا هذا بيجي من خلال موزايكزم، يعني بتكون الكروموسوم اللي هو اوتوسومال كروموسوم تمام نورمال سواء كان في داخل السبيرما او الاوفا، لكن بيحصل من خلال اللي هو موزايكزم از جيرم لاين.
أوكي، أنا طبعاً له علاقة في الموضوع كل جين بشكل أو بآخر. هيك نكون انتهينا من الحديث على السنجل جين ديس أوردر يتمثل في الإكس لينك أوتوسومال و عفوا إكس لينك ريسيسيف ودومينانت، وكذلك تحدثنا على سودو أوتوسومال ريجونز هاو تو انهيرت ذا سيرتين كلينيكال بيكتشر، وكذلك الحديث على الماتيرنال انهيرتنس يتمثل في الميتوكوندريال انهيرتنس. يعطيكم العافيه.